سيد علي. نعم الكلام معي سيدتي. نعم تفضل سيد علي. سيدتي الكريمة وبقناتكم الموقرة وجمهوركم الكريم. نعم أهلا بكم وبقناتكم الموقرة وجمهوركم الكريم. بما يخص هذه الجزئية والقصف التركي وهذه الخروقات العسكرية المستمرة على شمال العراق الحبيب، كانت هنالك حقيقة شجب وإدانة واضحة من قبل الكثير من يعني الشخصيات التي تمتلك سلطة في العراق ومن ضمنها رئاسة الجمهورية. الأمر لم يقتصر على موضوع تسليم السفير التركي مذكرة احتجاج، لكن الأمر أكبر من ذلك. الآن يجب على العراق أن يقوم بتدويل هذه العملية، وخصوصا أنها كان هنالك شجب واضح من قبل الأمم المتحدة ومن قبل شخصيات وجهات دولية. إذن الأمر لم يكن يقتصر داخليا فقط، الأمر بات واضحا من خلال الضربات المتكررة وهذه التجاوزات التركية البائسة. نعم، هل من المتوقع أن يكون هذه المرة يعني رد الفعل من الخارج؟ كما قلت حضرتك كان هناك شجب واضح، هل من الممكن أن هذه المرة يكون هناك رد فعل صريح وواضح من قبل المجتمع الدولي أو مجلس الأمن في حال تم تدويل هذه القضية من قبل العراق؟ نعم بالطبع، العراقي حقيقة يحتفظ بحقه، يعني وحتى كان هنالك تصريح واضح من خلال يعني الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة أن العراق يحتفظ بحقه يعني من ناحية دولية، وستكون هنالك يعني رسائل واضحة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لإدانة تركيا والإدانة الواضحة، والعراق ليس قاصرا على الرد كان يكون عسكريا، ولكن هنالك بعض الصبر من قبل العراقيين. نتمنى أن تكون زيارة أردوغان المرتقبة إلى العراق هي أن تكون زيارة مشروطة بما فيها موضوع يتم تداوله أثناء طرح عمليات النقاش مع أردوغان، هو أولا الجفاف والمياه في العراق، والمسألة الثانية التجاوزات على الشمال العراقي. طيب سيد علي، يعني دائما هناك حديث حول أن العراق تمتلك أوراق ضغط على تركيا لمنعها من استباحة سواء الأراضي العراقية أو حقها في ملف المياه، لكن إلى الآن لم نرى استخدام لهذه الأوراق. متى ستتحرك بغداد لتحصيل حقها من أنقرة عبر يعني امتلاكها لهذه الأوراق؟ يعني هذا الأمر أعتقد بات قريبا، يعني العراق يمتلك سلاح قوي جدا هو السلاح الاقتصادي. تعلمين حضرتك ويعلم الجميع أن العراق يستورد من تركيا سنويا بمقدار 21 مليار دولار بضائع ومواد غذائية. هذا سلاح اقتصادي جدا قوي يستطيع العراق أن يهدد تركيا من خلاله. إضافة لذلك، من خلال حديث أردوغان رئيس تركيا أن تركيا بحاجة إلى النفط العراقي، وأن تركيا تطمع بأن تكون هنالك شركات تعمل في العراق للاستثمار، لذلك هنالك أكثر من سلاح. ستكون هذه الأسلحة أكيد يعني على طاولة النقاش عندما سيأتي أردوغان بزيارته المرتقبة للعراق، ستكون هذه ضمن النقاشات، ويجب أن توضع هنالك حقيقة دراسة للخروج بمعطيات ونتائج واضحة، لا أن يأتي أردوغان وما يريده فقط بمصلحته التركية يأخذ ما يريد ويذهب. هذا الأمر اختلف الآن بمجيء أعتقد السيد السوداني، هو يعني الشخصية الأولى، هو ابن البلد ولا يمتلك أي جنسية أخرى، عاش معاناة العراق، لذلك الأمر اختلف عن الحكومات. طيب سيد علي، حضرتك قلت أن هناك مختلف. أن استخدام هذه الأوراق ضد تركيا بات قريبا، ما المؤشرات يعني؟ حقيقة ما يدور في الساحة السياسية العراقية واجتماعات السيد السوداني في الكثير من الجهات التي يتم الاجتماع معها، القيادات المتقدمة في العراق، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، أيضا الرئاسات الثلاث، كل هذا التسريبات التي تصلنا أن هنالك العراق ينتظر حقيقة مجيء أردوغان إلى العراق ليثبت عليه تلك المؤشرات التي العراق
العراق لم يقبل بها ولم يقبل بها، لكن ايضا هنالك الضعف الذي كان ما بين المركز والاقليم هو ايضا تسبب في بعض المشاكل التي يعني استغلتها تركيا في التجاوز على العراقيين بشكل خاص. نعم، بحديثك عن الاقليم، يعني في هذا الموضوع ومع زياره مرتقبه لرئيس النظام التركي رجب اردوغان الى العراق، هل من الممكن ان نشهد تنسيق بين الاقليم وبغداد حول هذه العمليات التي تستهدف العراق، خاصه ان يعني معظمها تستهدف اقليم كردستان؟ نعم، يعني حقيقة قد تكون المرة الأولى يعني أن يكون هناك شجب واضح وهناك إدانة كبيرة واضحة من قبل الإقليم والمركز. لاحظنا من قبل الإقليم هناك شخصيات نددت وشجبت هذا القصف، يعني مسرور بارزاني وإضافة لذلك بافال طالباني من المركز، يعني ائتلاف إدارة الدولة والمتحدث باسم قائد عام القوات المسلحة، كل هذه تجمعت في سبيل مصلحة العراقية المصلحة العليا. حقيقة عندما تضرب الاقليم او يضرب اي محافظه من محافظه العراق فهي مصلحه خاصه للعراق. تجدين العراقيين يتجمعون خلف بلدهم وخلف العراق في محاوله للوقوف بشكل واضح امام اي جهه تحاول النيل من العراق. نعم، من استديو بغداد علي سباهي كاتب ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك.